في قبضة رجال الأمن. شخصان ظهرا في محتوى مرئي إثر مشاجرة جماعية مع آخرين. تم القبض. مواطن قام بدهس آخر بمركبته إثر خلاف بينهما والهروب من الموقع. تم القبض. ثلاثة أشخاص ظهروا في محتوى مرئي بمضامين ذات دلالات وإيحاءات مخالفة للآداب العامة. تم القبض. مواطنان قاما بترويج 3000 قرص خاضعة لتنظيم التداول الطبي مخبأة في مركبة يقودها أحدهما. تم القبض.